هو سي خالد باش نفسره ونوضحه أكثر، لأننا التصريح ديالي أنه فهم عن طريق الخطأ، لأن من خلال التصريح ديالي على مواج شوف سبور، لأن قلت بأنه الهدف ديال بركان بأنه يفضح تقنية الفار ويفضح النقل التلفازي، لأنه أنا ما يمكنش في بطولة احترافية الموسم الثامن ديالها، ولأنها أصبحت من أحسن البطولات الإفريقية، أننا مازال كنعانيو مع النقل التلفازي، وقلت لهم بأنه نتحدى أن أي واحد يقدر يثبت إما الكرة تجاوزت كاملة أو لم تتجاوز كاملة. وبالتالي هنا قلت بأنها كتبقى المسؤولية ملقاة على طاقم التحكيم، شنو هي العناصر اللي اعتمد عليها في احتساب الهدف ديالنا ضد بركان. وهذا باش وقفنا مع احتراماتي لكل الجماهير المغربية، وكنشكر مجموعة ديال الجماهير البركانية اللي تواصلت معايا في الخاص، واللي تم توضيح ديال الأمور، وكانت هناك واحد الانسيابية في التعامل، واحد الاحترام لا مثيل له. وبالتالي أنا كنأكد من هنايا من خلال المنبر ديال شوف سبور بأنه الفرق المغربية كلها سواسية، بينما ما عنديش الفرق بين هذا الفريق أو بهذا الفريق الآخر، وإنما عندما نتناول اللقطات التحكيمية نتناولها مجردة، وكنحاول ما يمكن نعطيه الإضافة، وكنحاول نعطيه التوضيح، وكنقول لماذا وقع ذاك الخطأ، وشنو كان خصو يكون باش يمكننا نرقاو بالمستوى ديال الممارسة الكروية في بلدنا العزيز.